بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز الحاضر والدائم، مع هذا الانطلاق نتمنى إن شاء الله توفيق والناموس للأخوة المشاركين هذا اليوم، ونحن دائما نذهب مع صدارة الشوط ومع المركز الأول اللي في المركز الأول ما شاء الله، وشوطنا السادس عشر خصص الجحدان، ونحن نذهب إلى المركز الأول يا خليل. وصلنا هناك شوي عند المركز الأول لنتعرف على صاحب المركز الأول مياس لغدير بن حميد بن خميس الجديلي، وفي المركز الثاني برق أحمد بن سالم بن عبد الله بن محمد المهيري، وفي المركز الثالث هناك هملول محمد بن سيف بن حسين العليلي، وفي المركز الرابع من يأتي شمردل محمد بن علي بن علوان، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس هناك شعار سالم بن خلف بن علوان مع مياز، هو سادس المراكز من يأتي خداع لهادي بن عبد الله بن ماجد المسافري، وفي المركز السابع اللي في المركز السابع شعار بن فارس ما شاء الله أيضا على سابع المراكز شاهين لسالم محمد بن فارس الاجتبي، وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن الحنيش عبد العزيز محمد الحريب الشامسي، وتاسع المراكز هناك عشيم ليحيى بن صغير بن قنون نيراده الاجتبي، وفي المركز العاشر ما شاء الله عشر مراكز مشغل لناصر بن علي بن حمد النعيمي. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز، دعناها عليكم كاملة مكملة، ولكن اللي غير ما شاء الله على صدارة الشوط برق لأحمد بن سالم بن عبد الله بن محمد المهيري ما شاء الله على الصدارة وعلى موقع المركز الأول، ولكن المركز الثاني اللي في المركز الثاني مياس غدير بن حميد الخميس الجديلي على ثاني المراكز، ومياس ثالثا لسالم خلف مطر بن علوان، وفي المركز الرابع من يأتي شمردل محمد بن علي بن علوان، وفي المركز الخامس وصل الحنيش لراشد بن سعيد بن عبيد الحميد. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة حاضرة، ونحن دائما نوافيكم بمجريات وأحداث هذا الشوط الجميل والأشواط المميزة بهذا الانطلاق، وما شاء الله على برق اللي مسيطر على المركز الأول وصامت حتى هذه اللحظة على أول المراكز والملكية للأحمد بن عبد سالم بن عبد الله محمد المهيري، ولكنه الجديلي يأتي هناك على ثاني المراكز أيضا مع مياس لخدير بن حميد بن خميس أيضا يتفوق حتى هذه اللحظة على ثاني المراكز، والحنيش لراشد بن سعيد بن عبيد الحميري، وشمردل للسيد محمد بن علي بن علوان اشتبي، وفي المركز الخامس وصل مدرك لمطر بن علي بن علوان. ها هي النتيجة حاضرة مع هذا الانطلاق، ها هو الوصف الجميل والمفصل، ولكنه وين الناموس الجديلي؟ وين الناموس ما شاء الله؟ غدير بن حميد بن خميس مع مياس الجديلي هو اللي مسيطر على هامة المركز الأول، هو المسيطر على مقدمة الشوط. سلام بقول السلطنة، ولا وين يا عمر؟ سلطنة عمان الشقيقة الباحثة مع الناموس الجميل والمميز. يا سلام يا سلام، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل، والحنيش لراشد بن سعيد بن عبيد الحميري أيضا ياخذ مركز وياخذ موقع جميل ومميز في هذا الانطلاق الجميل والمميز. سلام يا الجديلي، سلام ما شاء الله على هذا الانطلاق وعلى هذا المركز الباهر والجميل والمميز الذي حضر هنا مع الجديلي ليترس الناموس ما شاء الله. تهانينا والناموس غدير بن حميد بن سعيد الجديلي على هذا الانتصار. مركز ثاني راشد بن سعيد الحميري، وفي المركز الثالث والرابع عند اللجنة المركز الخامس لمطار بن علي بن علوان. 4 دقائق بنقول توقيتنا الجميل والمميز في هذه الرحلة، 38 ثانية و63 جزم الثاني. تهانينا والناموس.